السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أصدقائي. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم إن شاء الله راح أكون معكم بمنحة جديدة، منحة ترانسلفانيا في رومانيا. المنحة موجهة لطلاب البكالوريوس والماستر والدكتوراه. خليكم معنا لنتعرف شو هي شروط هاي المنحة وشو مميزاتها وطريقة التقديم عليها. أهلا وسهلا يا جماعة. بالنسبة لمنحة ترانسلفانيا أكاديميكا سكولرشيب، هي المنحة الموجهة للطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي لدراسة الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه. المنحة هي fully funded، يعني ممولة بالكامل. الديدلاين للتقديم على هاي المنحة هو 27 أبريل 2021. من مميزات هاي المنحة يا جماعة إنه هي ما بتتطلب لا شهادة لغة، لا آيلتس ولا توفل. خلينا نشوف شو مميزات وشروط التقديم على هاي المنحة. أول شيء نبدأ عن منحة جامعة ترانسلفانيا. تم تصميم منحة ترانسلفانيا أكاديميكا كمنافسة للطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي من أهدافها جذب الطلاب الدوليين للدراسة في جامعة ترانسلفانيا وتشكيل مجموعة من سفراء جامعة ترانسلفانيا في كل أنحاء العالم، وبالتالي زيادة الرؤية الدولية للمؤسسة. التخصصات تقريبا هي جميع التخصصات متاحة ضمن المنحة، من علوم، رياضيات، هندسة، علوم اجتماعية، علوم إنسانية، فنون، طب وإلى آخره. التمويل المالي ضمن المنحة راح تغطي المنحة الرسوم الدراسية من التسجيل إلى التخرج، رسوم التسجيل والتخرج. الإقامة المجانية في مساكن الجامعة راح يكون في سكن طلابي، وفي عنا راتب شهري تقريبا قدره 800 ليو بما يقارب تقريبا 170 دولار. من الملاحظات الهامة يا جماعة أنه نحن راح نتكلف بنفقات السفر وتكاليف التأشيرة إلى رومانيا فقط، يعني السفر، تذكرة السفر والتأشيرة إلى رومانيا نحن راح نتكلف بتكاليفها. يعد اجتياز الطالب الكامل لكل عام دراسي شرطا لاستمرار المنحة، يعني لازم ما نرسم الرسوب راح نخسر المنحة لحتى نستمر بالمنحة. للسنة التالية لازم نحن ننجح كل سنة بسنتها. بالنسبة لمعايير الأهلية وشروط التقدم، لازم يكون الطالب هو من طلاب خارج الاتحاد الأوروبي، يعني تقريبا لكل الطلاب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ده أكاديمي متميز. طيب يا جماعة، بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقدم على المنحة، بالبداية لازم نحن نجهز المستندات، بعدين نبلش بتعبئة استمارة التقديم على المنحة. لازم نجهز المستندات التالية: بدنا يكون عندنا سيرة ذاتية، لازم يكون السيرة الذاتية بصيغة البي دي اف. جميع الأوراق الرسمية اللي هم طالبينها لازم تكون بصيغة البي دي اف. السي في لازم يركز الضوء على إنجازات، خطاب الدافع بحد أقصى صفحة واحدة، شو هي نيتك لدراسة هذا التخصص. 3 خطابات توصية بتكون من دكتور جامعي أو جهة رسمية. يجب أن تقدم جميع المستندات باللغة الإنجليزية بصيغة بي دي اف، لازم يكون مترجمة للإنجليزي وبصيغة بي دي اف، وسيتم رفض الملفات غير المكتملة، لازم يكون عندنا ملفات كاملة. الموعد النهائي زي ما حكينا لكم للتقديم هو 27 أبريل 2021. النتائج راح تطلع إن شاء الله بيوم 31 مايو 2021. خلينا نشوف شو هي طريقة التقديم. راح نروح على الرابط نموذج التقديم من هون. تمام يا جماعة، راح يفتح لنا صفحة بتطلب مننا المعلومات الأساسية. هون راح يطلبوا مننا مثلا المعلومات الشخصية، الاسم مثلا، راح أدخل اسمي last name. بعد هيك راح يطلب مننا تاريخ الميلاد، أول شي نختار السنة، الشهر مثلا، واليوم. هيك بكون نزل عنا تاريخ. Application Nationality اللي هي الجنسية، نختار الجنسية مثلا سوري. ال Correspondence Address اللي هو العنوان اللي راح يتواصلوا معنا عليه أو اللي راح يراسلونا عليه، بنحط مثلا جوردن مادبا. Street Address مثلا أنا بشارع القدس، قدس ستريت. وانا المنطقة مثلا مادبة. الرمز البريدي، البلد اللي انت موجود فيه، انا موجود بالاردن. هون بيحكي عن مكانك انت، عنوانك الاصلي. اذا كان نفس العنوان خلص نكبس على هاي الكبسة انه انا موجود بنفس المكان اللي دخلته قبل شوي. رقم الهاتف اختياري بس بندخله مع الرمز الدولي. ايميل برضو بتدخل ايميلك الشخصي.
هون راح يسألنا إنه الدرجة اللي أنت بدك تقدم عليها زي ما حكينا قبل شوية يا جماعة إنه هي موجهة لطلاب البكالوريوس والماستر والدكتوراه. أنا راح أجرب أدخل لطلبة الماستر، نعطيه نيكست. بعد هيك يا جماعة راح يطلب مننا الهاي سكول اللي احنا درسناها الشهادة الثانوية، معلومات عن المدرسة، اسم المدرسة، مكانها، البلد. مثلا أنا اسم المدرسة محمد حمدان سكول، الموقع كانت في سوريا، البلد اللي أخذت منها الشهادة الثانوية أنا بسوريا. سيريا سيريا هاي سيريا. هون تاريخ دخولي للمدرسة وتاريخ تخرجي من الثانوية، أنا أخذتها بسنة واحدة، كانت بشهر ب 2010، بشهر 9/1/2010، وتخرجت بعد سنة يعني ب 2011 بشهر 6، كان جوز ب 3/6 أو ب 20/6، ما بعرف، 10/6 يعني أظن. هون بيحكي لنا انه تايب اوف سيرتيفيكيت ايشو بكالوريات اور ايكوفرنت، انه هي شهادتك هي بكالوريا، نعم اللي هي شهاده الثانويه العامه. نيكست. هون بيطلب مننا معلومات عن الجامعه اللي احنا دارسينها، بما انه احنا عم نقدم على ماستر فبيطلب مننا معلومات عن الجامعه، اسم الجامعه. مثلا انا درست في جامعه الزرقاء برايفت يونيفرسيتي. البلد اللي درست فيه طبعا الاردن. هون بيطلب مننا attended graduate study program، شو البكالوريوس كان؟ كان بكالوريوس of pharmacy، أنا درست صيدلة. تاريخ دخولي للجامعة كان بشهر بسنة 2016، بشهر أعتقد 10/11/2016. تاريخ التخرج بعد هيك 2020 بشهر 9، 3/9/2020. طبعا نوع الشهادة هي بكالوريوس. آخر شيء يا جماعة راح يطلب مننا شو هو التخصص اللي نحب بدنا إياه. بالبداية راح نختار شو هي اللغة اللي احنا حابين ندرس فيها، سواء كانت رومانية، إنجليزية، ألمانية، وفرنسية. بدي أنوه لشغلة هون يا جماعة، إنه حسب اللغة راح يكون في عندنا عدة تخصصات. أكثر تخصصات موجودات باللغة الرومانية، فبنلاحظ بعد ما نختار اللغة هون راح يبقى عندنا التخصصات، راح نختار التخصص اللي بيناسبنا. اللغة الإنجليزية أقل شوي، في عندنا عدة تخصص أو تخصصات بسيطة. من هاي التخصصات أنا عجبني صراحة تخصص هو الترديشنال تشاينيز ميديسين، اللي هي العلاج الصيني التقليدي. تختاروا التخصص اللي أنتم بدكم إياه. هون راح نحكي تقريبا بحوالي ماكسيموم 100 كلمة إنه ليش أنا حاب أقدم على هاي التخصص، وشو الإشي المميز اللي بيخليني إنه أو بيخليهم يقبلوني على هذا التخصص اللي أنت اخترته. يعني إشي زي دافع أو خطاب نية إنه أنا ليش حاب أدرس هذا التخصص. وآخر إشي يا جماعة بنرفع هون الملفات المطلوبة مننا، عندنا الريكومنديشن لتر 1 2 3، إحنا مطلوب مننا 3 رسائل توصية، بنرفعهم بصيغة PDF فايل، هم مش شرطين يكونوا بالPDF. نعطيه اختيار الملف وبنختار من الملفات اللي نحن مجهزينهم، وبنرفع كمان السيركومفيت سيركولومفيت اللي هو السيرة الذاتية، وآخر شيء الموتيفيشن لتر، ونعطيه سبميت. وهيك بنكون نحن قدمنا على هاي المنحة بكل بساطة، منحة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله توفيق للجميع، ويعطيكم ألف عافية.